فاش تهضر؟ لا اش تهضر؟ فاش تهضر بعدا؟ قول لي فاش تهضر؟ قلقبوا عليه، قلقبوا عليه تقيو. علاش تهضر؟ قلقبوا عليه تقيو. قول لي ولا هي اللي قلقبوا عليه؟ قلقبوا عليه. شنو صرقوا بالحرام؟ قول لي شنو صرقوا؟ شنو صرقوا؟ تمرني يا صاحبي شنو صرقوا؟ خصكم تحاولوا انكم تحرروا من هذيك العاطفه. اول حاجه العاطفه تحرروا منها مزيان، وديك الساعه اخويا شوف الحل لبلادك. اول حاجه ديرها هي تشوف حل لبلادك. هذيك الساعه حتى لو بغيتي هضرتي على بلدان اخرى ولا تفكر دير شي مشروع تحرري عالمي راه تجي معاك. اما دابا انت تتعيش ليا في العبوديه وتتفهمجيني وتلقاو فيها حتى دوك ديال العداله والتنميه وهذوك العدل والاحسان وداك التخربيق الاحزاب في المغرب. دابا تلقاو هذه المناسبه الافضل عنده باش انهم يعبوا داخل صفوف الشعب، فهمتيني؟ غيدخلوا غيبقاو على الشعب فلسطين. اننا نخسروا القدس يا ابا زعبوله. فين هي تجي تقول لهم فلسطين انها تنزل، انهم قد سرقوها بلاش، انهم قد سرقوها وذهبوا بها، ان ترامب قد اعلنها مدويه، ان الفرنجة احتلوها واخذوها منا نحن. هيا لنذهب الى شارع الرباط، سنذهب هناك وسنبهر العالم بمسيره حاشده، مسيره تجوب الشوارع، وبعدها ستعلم ماذا سنفعل. سنذهب الى النوم، سنذهب الى النوم بعد ذلك، ربما سنصلي امام البرلمان لنظهر لهم اننا متمسكون بعقيدتنا المتميزه العظيمه. الله أعلم. وبعدها سنذهب وسيتشتت الجمع وستذهبون إلى منازلكم، وعليكم بشوية العسل والحليب لأن حنجرتكم ستكون مجروحة كثيرا، لذلك اشربوا العسل واللبن قد يساعد على ذلك. وعند الغد ستذهب مبحبحا إلى عملك، وبعدها فهمتي؟ وبعدها ستستمر الحياة، والقدس ستبقى قدس، وإسرائيل ستبقى إسرائيل، فلسطين ستبقى غير، والعالم سيكون كما هو. وأنت خرجت بحبحت العالم، فهمتي؟ درتي أتشيك الشارع وخرجتي لهذا. أنا كما قلت أن هذا أصحاب اللحي سيجدون يعني الفرصة الملائمة للتعبئة داخل صفوف الشعب، وبعدها سيعبئون ربما 100 شاب بينهم 200، فهمتي؟ وسيذهب معهم. وإن شاء الله عندما تأتي الانتخابات سينتخبون العدالة والتنمية والعدل والإحسان، سيدخلون أفكارهم في جمجمة هذه الشباب، وبعدها سيتشتت الجمع وسنبقى نحن كما نحن والقدس كما هي والعالم كما هي. إذا لي هذا الشيء هذا غيبقى كل شيء كما هو. وانتوما شنو؟ ها خويا ها العالم تتسير وانت غتبقى كما انت، وشكون اللي ربح في هذا الشيء كامل؟ هذوك صحاب اللي صافي جمعوا البشر تحركوا لك هذيك العاطفه اللي عندك والغيره ديالك، ومن بعد تمشي اخويا تنعس والاوضاع ديالك في بلادك تتزيد تهور، وولادك المستقبل ديالهم تضيع والاجيال تضيع وما عندك والو، نهايه ماساويه شيء مبكي. المغرب في وجه المغرب اولا خصنا نحطوا الاولويات ديالنا ونشوفوا ما هي ونتحركوا ليه، شوفوا لي جول ديالنا الهدف ديالنا ونمشيو ليه. اما خويا انت في المغرب تعيش حاله يرثى لها يا صديقي وتريد تحرير العالم، انت احمق ام ماذا؟ اعطيني تيسي الله يرحمك تهلاو الخوت ما تنساوش دير سبسكرايب. انا عييت صافي تبعبعت انا بحبح عليا باللبن والعسل. المهم تهلاو.